بالتأكيد هاي القوة التي منفلتة أو قوة بمعنى آخر التي لا تأمن بالدولة، قوة ميليشيات مرتبطة بمشروع أجنبي وإقليمي، هي هذه يعني سبق وأن يعني قامت باغتيالات كثيرة ومهم. يعني أنا نوهت في أكثر من مقال قبل أيام أنه ستقدم هذه القوة على حملة اغتيالات وتفجيرات أيضا. القوة معروفة منه يعني معروفة بشكل واضح ومعلومة، هي قوة لا تأمن بتكوين الدولة، هي يعني ضد مشروع الدولة، أو هاي القوة يعني ميليشيات منفلتة وغير منضبطة هدفها تقويم الدولة العراقية أو إنهاء دور الدولة العراقية. ومع الأسف هذه القوة هي لديها مشروع أجنبي أو بمعنى آخر مرتبطة بمشروع أجنبي وإقليمي ضد العراق بشكل واضح وضد مؤسسة ضد المؤسسات العراقية. أنا أعتقد الجنات الآن يعني أمام السيد الكاظمي مسألة في تقديري جدا مهمة، أما أن يريد أن يكون الدولة أو لا يريد أن يكون اللا دولة. بمعنى آخر قادر الكاظمي على إلقاء القبض على هؤلاء الجنات، لأنه سبق وإن كان يعمل في جهاز مخابرات ويعرف الجنات بالأسماء ومن ورائهم وكيفية الحصول على الأسلحة وكذا وإلى آخره. أنا أعتقد على مهم على السيد الكاظمي يتحمل مسؤولية. الرسالة الآن ليس رسالة باغتيال وتكميم أفواه الصحفيين، الآن الرسالة موجهة للسيد الكاظمي حصرا، يعني اللي قادر يختال صحفي قادر أن يصل إليك، يعني هكذا الرسالة التي بعثها هؤلاء القتلة والمجرمين. لذلك على السيد الكاظمي وفي تقدير إذا يريد أن ينشئ الدولة ويريد أن يحافظ على هيبة الدولة العراقية، أو يجب وبالضرورة أن يلقي القبض ومحاسبة هؤلاء القتلة والمجرمين. مرتبطة في إيران ميليشيات معروفة هويتها وواضحة وهددت وسبق وهن هددت السيد الكاظمي قبل أيام، يعني طلع السيد أبو عصائب الحق وهدد بشكل علني وواضح، قال نحن جبناك وبعدين بأي لحظة نقدر نشيلك وننهاك. لكن هذه القوة أنا أعتقد هي مو رسالة باختيار الرجل لتكميم الأفواه فقط، هي رسالة للكاظمي أنه أي يعني أي محازبيك أو محالفيك أو عدم نظرة ببناء الدولة الجديدة أو الحديثة الخارجة من الميليشيات ممكن القضاء عليها. لذلك الرسالة هي صح في تكميم الأفواه، في تكميم كل صوت وطني يدافع عن العراق حر أبي، هو هذه الرسالة. لكن بالمقابل رسالة للسيد الكاظمي، هل الدولة أو اللا دولة؟ هل أنت قادر على بناء الدولة أو اللا دولة؟ أنا أعتقد الآن كل القوى التي ترفض المشروع التدخل الإيراني معرضة للاغتيالات. من يرفض مشروع ولاية الفقيه بالعراق معرض للاغتيال، إن كان رجل دين أو رجل سياسة أو رجل أو قاضي أو مختلف المهن، مفكرين، أي مفكر الآن وأي محلل ضد مشروع ولاية الفقيه هو معرض للاغتيال أو إنهاء دورة بهذا الشكل أو بذاك. وهذه ليس الأول، الشهيد الهاشمي ليس الأول، هناك شهداء كثر من المفكرين والمثقفين والذين يعني مفكر عراقي مرعب وواحد من يعني منظر عراقي اختيل بدم بارد اسمه كامل الشياع، ولحد الآن من 1906 ولحد الآن كثير من المهدي، هذه المهدي وغيره وغيره، هؤلاء القوى وهاي الميليشيات هي من قامت باغتيال كل المفكرين والمبدعين العراقيين. لذلك السلسلة جارية، ليست بدايتها للسيد الهاشمي، هاي السلسلة ستقوم بها هذه القوى عندما تشعر هناك خطر حقيقي عليها أو على مشروعها. إذا أكو خطر على مشروعها أو فكرها، أنا أعتقد هذه القوى ستقوم باغتيالات كثيرة، والكثير هدد. يعني هنا ببريطانيا كثير من أصحاب الرأي هددوا أنه نصرف عليكم 1000 باوند إنجليزي حتى نصفيكم من خلال أحد المافيات. لذلك هذه يعني هذه معروف ديدا هذه القوة، هذه القوة التي لا تؤمن بالقانون وهي ضد القانون وهي غير مشروع قانوني أساسا. لذلك هاي بها رسالتين، رسالة داخلية
ورسالة أيضا للقوى المشغلة. يعني المشغل الآن جدا جدا مرتاح من عناصر التي يشتغلون بشكل مبدع وجيد في تكميم الأفواه وإنهاء الدور الوطني. يعني هناك هاي الرسالة في تقدير إنهاء الدور الوطني للعراقيين الذين يدافعون عن وطن خالي من تدخلات إقليمية. هذه المسألة واضحة، لذلك أنا أعتقد المستفيد الوحيد من اغتيال هو هاي الشخصية والشخصيات الأخرى التي اغتيلت، هو المستفاد الوحيد هي دولة لا تأمن بحدود، لا تأمن بدولة العراق. خلال 8 سنوات حرب عراقية إيرانية من لم ينزل يعني العمق مع إيران بهذا الشكل. الآن في عواصم يعني عاصمة الشيعة في العراق هي النجف وكربلاء، يعني فتكان الشيعة هذه المنطقة. هذه المنطقة حرقت القنصليات الإيرانية، حرقت القنصليات الإيرانية، أي بمعنى هناك ردة فعل لدى الشارع العراقي، والسبب بسيط وواضح أنه إيران محتضنة وين مجموعة القتلة والمجرمين والفاسدين وناهبي المال العام. إيران يعني من يحتمي بإيران الآن هم السرق السراق والحرامية والذين جاءوا من خلف الحدود، وهذه الميليشيات بالتأكيد هي صنيعة إيرانية بامتياز. لم يمر العراق مثل هذه التجارب، فقط عندما كانت إيران أسست هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تخدم مشروع ولاية الفقيه الذي يرفضه الشعب العراقي، والمؤسسة الدينية العراقية أيضا في النجف ترفض مشروع ولاية الفقيه. هو دخيل وبشكل واضح حتى على الفقه الشيعي.